بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بنتكلم اليوم عن الحمض النووي منزوع الأكسجين أو الدي إن إيه. هو يسمى الحمض النووي أو الحمض الريبوزي النووي المنزوع الأكسجين لأنه ما فيه أكسجين، أو أحيانا يقولوا منقوص الأكسجين نفس المعنى، وأحيانا طبعا اسمه بالإنجليزي دياكسورايبونوكليك أسيد يعني دي ان ايه اختصار للكلمات دي، واحيانا يكتب بالعربي نفس الكلمه الانجليزيه تكتب بالعربي حمض الديوكسيرايبونوكليك. عايزين نعرف مكان الحمض النووي يوجد وين. طبعا الحمض النووي يعني قبل ما نشوفه، الحمض النووي موجود في كل المخلوقات، كل الكائنات الحيه فيها حمض نووي، ومعروف انه كل الكائنات الحيه بتتكون من خليه او اكثر. الحمض النووي يوجد داخل الخلية في الكروموزوم، وبتختلف الخلايا لأنها نوعين في الخلايا. بداية النواة ما عندها نواة، وبالتالي عندها كروموزوم واحد هو فيه الحمض النووي. أما اللي هي حقيقية النواة فيها نواة في الخلية، وداخل الخلية في نواة، داخل النواة في الكروموزومات، وتختلف عدد يختلف عدد الكروموزومات من كائن لآخر، يعني كل كائن عنده عدد معين من الكروموزومات في كل نواة في كل خلية. أمثلة هنا للكروموزومات في كائنات مختلفة، مثلا الموسكيتو فيه 3 أزواج من الكروموزومات، بالنسبة مثلا الهاوس فلاي فيها 6 أزواج، عندي مثلا الهيومن الإنسان، طبعا الاسم العلمي حقه هومو سيبيانس، 23 زوج اللي هي 46 كروموزوم. مثلا الكلب عنده 39 زوج من الكروموزومات، يعني لو ضربناه في 2 هنشوف عدد الكروموزومات كم. الدجاج فيه 39 زوج زي الكلب، واحد من الكروموزومات. وهذه أمثلة مختلفة، مثلا حتى للنباتات، مثلا عندي القمح فيه 21 زوج من الكروموزومات، يعني 42 كروموزوم، والبوتيتو البطاطس 24 زوج من الكروموزومات، يعني 48 كروموزوم. طيب لو جينا نعرف الحمض النووي بنقول هو يتكون من، أو هو نوع من الجزيئيات الموجودة في نواة الخلية. طبعا مقصود بنواة الخلية يعني موجودة داخل الكروموزوم، وهو يحتوي على تعليمات للخلية اللي هي بتدي تعليمات للخلية كيف تبني الجسم، وبحدد سمات الكائن الحي شكله. وجميع الخلايا حقت الجسم اللي هي الصوماتيك سيلز في الكائن الحي لها نفس الحمض النووي، يعني الحمض النووي موجود في كل الخلايا هو نفسه ما بيختلف. لو عندي 37 تريليون خلية في جسم الإنسان، 37 تريليون خلية كل خلية فيها نفس الحمض النووي متشابه فيهم كلهم، لكن الاختلاف إنه كل خلية ما بتستخدم كل الجينات الموجودة عندها، وبالتالي يجي اختلاف الفانكشنز أو شغل الخلية عن الثانية في إنه ما بتشغل كل الجينات اللي فيها، لكن الحمض النووي هو نفسه في كل الخلايا متشابه. ودي نقطة مهمة. لو جينا نشوف مكونات الحمض النووي بنلقى انه الحمض النووي بيتكون من وحدات صغيرة تسمى النيوكليتيدات او النيوكليتايدز. هذه الوحدات بتتركب من، لو جينا نشوف هنشوف بعد شوية التركيب الكيميائي، بتتكون من سكر خماسي ومجموعة فوسفات وقاعدة بيز في 4 قواعد. ال4 قواعد اللي هي الأدينين من الرمزلو A، والثايمين من الرمزلو T، والسيتوسين والرمز حقه C، والجوانين ورمزه G. هذه القواعد الأربعة وهذه النيوكليتايدز بترتبط في الحمض النووي. الحمض النووي لو جينا نشوفه بنلقى زي السلم، السلم يشبه السلم، والسلم ده الدرجات حقته هي البيز بير، يعني يا إما
أدينين مع ثايمين أو جوانين مع سيتوسين، الاثنين كل اثنين بيرتبطوا مع بعض، لازم يرتبطوا مع بعض. يعني ما بيرتبطوا، مثلا الأدينين ما بيرتبط مع السيتوسين ولا الثايمين بيرتبط مع الجوانين، وإنما دائما الأدينين بيرتبط مع الثايمين والجوانين مع السيتوسين، وبكونوا درجات السلم هنا، والهيكل حق السلم هو الفوسفات والسكر الخماسي زي ما هنشوف. إذا لو جينا ننظر للحمض النووي من ناحية تركيبته الكيميائية، بنلقى إنه هو زي ما قلنا بيتكون من سكر خماسي، السكر الخماسي ده منزوع الأكسجين، ما في أكسجين، وفوسفات، وأحد القواعد الأربعة البيز. الشكل حقه الكيميائي بيكون بالصورة دي، لو جينا ننظر للتركيب الكيميائي بتكون بالشكل ده، وبنلاحظ إنه أي جزئية من دي هي بنعتبرها نيوكليتايد. دي نيوكليتايد، النيوكليتايد لو نظرنا عليه بصورة أوسع بنلاحظ إنه بتتكون مثلا من فوسفات وسكر وبيز. البيز ده ممكن يكون واحد من الأربعة، يا إما A أو C أو G أو T. والعمود الفقري للـ DNA هو الفوسفات والسكر، ويكون بالشكل ده، ده العمود الفقري، وجواه بيكون عندي البيزز بترتبط مع بعض زي ما قلنا، الـ A مع الـ T والـ G مع الـ C. ونجي هنا نلاحظ إنه العمود الفقري ده لما نجي يرتبط ترتبط الخمسة مع الثلاثة، هنا بكون عكسها، بتكون ثلاثة مع خمسة. يمكن ناس الكيمياء بيكونوا فاهمين أكثر من في الكلام ده. لو جينا نشوفه بصورة يعني كاملة، التركيبة الكيميائية للحمض النووي، بنلاحظ إنه ده الفريم حقنا بتاع الفوسفات والسكر، وهنا مربوط البيز، والبيز بترتبط مع الشريط الثاني، هو طبعا مكون من شريطين دبل هيليكس. فنلاحظ الـ A مع الـ T دايما، والـ G مع الـ C في التركيبة دي، ده الشكل العام للتركيبة. لو جينا نشوفه هنا بصورة تانية، انه نحنا بنشوف الشكل ده اللي هو السلم حقنا دايما، كله بيز بير، كله زوج بيرتبط مع بعض مكون درجات السلم، وده نفس الشكل. لو جينا شفناه بصورة دقيقة من ناحية كيميائية، بنلاحظ الشكل ده، التركيب الكيميائي للـ DNA. الكلام ده كله بيخص ناس البيولوجي والكيمستري. بالنسبة لناس الحاسب بيتعاملوا مع الحمض النووي كأنه مجموعة من الحروف مكونة لنص تكست، هو تكست فيه أربع حروف مكررة، الـ A والـ C والـ G والـ T. يعني بتاع الحاسب لما يجي يتعامل، أو حتى المختص لما يجي يتعامل مع الـ DNA في الكمبيوتر، بيتعامل مع شكل زي ده، اللي هو ده ممكن يكون سيكونس لفيروس ولا لحاجة في الإنسان، أو لجين معين أو لجزء من جين. فالسيكونس ده عبارة عن حروف أربعة مكررة بشكل منظم ومختلف عن كل واحد من الثاني. إذا بالنسبة للحاسب، مختص الحاسب المهمة حقته الأساسية إنه يصمم برامج وتولز تساعد المختص بتاع البيولوجي، تساعده في انه كيف يستخرج من النص ده الحاجة اللي عايزه، يشوف هل في ميوتيشن، هل في تغير في الجينات، هل في يوجد فيروس معين في التكست ده، كيف يعمل الكلام ده، تبقى مهمة مختص الحاسب. ولذلك مختص الحاسب اللي بيدرس البايو انفورماتكس لازم يكون عنده خلفية في البيولوجي عشان يقدر يصمم حاجة لحاجة هو يفهمها. إذا ما فهم الكلام ده ما يقدر يصمم برامج تساعد في استخراج الداتا، لأنه بالنسبة له إذا كان ما فاهم شغل البيولوجي حيكون بالنسبة له الكلام ده مبهم، شنو يعني حروف A C G T مكررة، ما عنده أي معنى بالنسبة لي إذا ما فهمت المعنى الأساسي منها. من وظائف الحمض النووي زي ما قلنا في البداية، إنه يعني فيه التعليمات المطلوبة للقيام بالوظائف، يعني الخلية بتاخد تعليماتها من الحمض النووي عشان تقوم بوظائفها. ممكن نشبه الكلام ده، يعني لو كان أنا عندي جهاز كمبيوتر وفيه برامج، معروف إنه الكمبيوتر كهاردوير ما بنقدر نستفيد منه، ما بيعمل حاجة لو ما كان في برامج بتشغله وبتديه أوامر عشان ينفذ حاجة معينة. يعني لو جينا نشبه بنقول الحمض النووي كأنه هو البرنامج حق الكمبيوتر، والخلية كأنها الهاردوير حق الكمبيوتر. فالبرنامج هو اللي بيدي الأوامر للهاردوير يشتغل، وبالتالي الحمض النووي هو بيدي الأوامر
للخلية عشان تقوم بالوظائف الأساسية. أيضا الحمض النووي بيخزن المعلومات الوراثية بين الآباء والأبناء. هنا في معلومات مثيرة عن الحمض النووي. أول حاجة هو بيتكون الحمض النووي كله من الحمض النووي في جسم الإنسان بيتكون من 3 بليون بيز بير، 3 مليون بيز بير، يعني 3 مليون زوج من الـ A والـ C والـ G والـ T، 3 مليون بيز بير ده بيتكون منها الحمض النووي للإنسان. بنلقى إنه الـ3 بليون بيز بير دي بتتشابه، الناس كلهم بيتشابهوا في 99.9 بيناتهم، يعني كل الناس بتتشابه في 99.9 يتشابهوا في الـ DNA حقهم. الاختلاف الوحيد اللي بخلي الناس مختلفين عن بعض ده لونه أبيض، ده لونه أسود، ده شعره أشقر، ده كذا، الفرق هو كله 0.1%، هو اللي بيخلق الاختلاف بين كل البشر الموجودين في العالم. طيب في هنا تيد توكس واحد فيزيائي اسمه ريكاردو اتكلم أو عمل ديمونستريشن انه قال لو نحن طبعنا الحمض النووي 3 بليون بيز بير دي لو طبعناها في كتابة وكتب الجينيتيك كود هيعمل لنا 262,000 صفحة او 175 كتاب كبير من الصفحات دي. وبنلقى انه في 500 صفحة هي بس الاختلاف بين الناس اللي بيخلي الناس متميزين عن بعض ومختلفين عن بعض. ايضا هنا بنلاحظ انه في جيناتيك سيميلاريتيز، يعني في تشابه بيننا وبين المخلوقات الاخرى او الكائنات الحية الاخرى. بنلاحظ انه في 50% تشابه بيننا وبين الموز، 69% تشابه بين الانسان وبين الشمبانزي، 80% تشابه بيننا وبين البقرة، 70% تشابه بيننا وبين السلكس، 90% مع الكديسة، 85% مع الفار، 61% مع الفروت فلاي، و60% مع الدجاج. أيضا بنلاحظ إنه البيضة حقت الدجاجة نعتبرها هي خلية كبيرة ضخمة. الخلية دي لو جينا نقارنا بنلقاها 100 ضعف من أكبر 100 ضعف من خلية الإنسان، جسم الإنسان. تبارك الله أحسن الخالقين. في المراجع اللي استخرجنا منها المعلومات اللي ذكرناها في هذا الدرس، والله الموفق.